السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اتمنى تكونوا بخير يا رب العالمين. النهاردة زي ما شايفين كنت جبت حاجات من امازون، فقلت بدل ما افتح الواحد يفتحها مع بعضينا، وكمان يعني كنت هرد على حبة اسئلة من الناس سألتها لي بخصوص المنتج انا شاريه يعني اوريدي. اوكي خلينا نفتح الاول العلبة. حط السكينة على جنب، طبعا الناس كلها فاكرة السكينة دي. نشوف محتوى العلبة ايه. اوكي دي الحاجات اللي في العلبة، دراع اكس بوكس الكمبيوتر هشرحلكوا حالا دلوقتي، وحاجتين كمان. خلينا الاول نبدأ ممكن بالحاجات الصغيرة وبعد كده ندخل في الحاجات الكبيرة. انتوا زي ما شايفين دلوقتي ايه هي الحكاية دي او ايه البتاعة دي. البتاعة دي انا هحطلكوا اللينك بتاعها في الفيديو ديسكريبشن. دي مهمة جدا للميكروفون، اي ميكروفون عندك مهما كان نوع الميكروفون، ده اسمه بوب فلتر، انت تستخدمه علشان لو في اي نوع من انواع الدوشة. ثانية كده اوريها لكم، انا هوريكم، انا اسف. زي ما شايفين دلوقتي ده انت بتركبه على الميكروفون، يعني انت مثلا انتوا عارفين الميكروفون اللي عندي شكله عامل ازاي. الميكروفون بتاعي هو ده اللي انا بستخدمه عشان اسجل بيه الصوت، بس مش انا بسجل بيه الصوت حالا دلوقتي، بستخدمه بشكل عام علشان اسجل بيه الفيديوهات بتاعتي. وزي ما انتم شايفين الصوت بيبقى يعني نقي لحد ما، بس ساعات اوقات بيكون مثلا في صوت عربيات معدي بتسمعه، بتسمع اصوات كده ممكن صوتي بيعلى، بيحصل حاجه اسمها ساتشورنج، يعني الصوت بيوصل لغايه اخره فبعد كده بينور عندك بالاحمر. دي بتبقى مهمه جدا لاكثر من سبب. السبب الاولاني هو ان انت اولا بتركبها كده على الميكروفون، او انت مثلا لو عندك اي نوع من انواع الميكروفون، يعني هو بتركب على اي، اغلبيه الميكروفون دايما بتبقى راسها مدوره، يعني انا ايه علشان بس على سريعا يعني، فدي بتحمي مثلا لما تنفخ في الميكروفون مفيش اي نفخه توصل له. لو جيت زعقت بصوت عالي برده نفس الحكايه، الصوت هيبقى نقي انقى يعني مما تتخيله. البتاعه دي تمنها بكام؟ البتاعه دي تمنها $2. نعدي على البرودكت الثاني. البرودكت الثاني كيس. انا دلوقتي عندي سامسونج جالاكسي S7 Edge، عارف ان هو ممكن يكون موبايل قديم شويه، بس انا جبت له كيسه حلوه كده على قدها ماشي. مش عارف هنفتحها مع بعضينا، مع اني مش عارف اركبها لان انا دلوقتي اوريدي بصور بالسامسونج، بس نفتحها مع بعض وتقولوا لي رايكم ايه. الماركه دي بتاعتها سبيجن، وانا جايبها تقريبا ب $6 الكيس دي. سبيجن دي تعتبر ماركه محترمه جدا وبتعمل كفرز وارمر للموبايل بتاعك، بيحميه بيخلي شكله روعه. نفتحه مع بعض ونشوفه. شكله سيمبل جدا وجميل في نفس الوقت. هو معمول من رابر يعني من الكاوتش، بس في نفس الوقت الكاوتش اللي هو الجامد شويه مش الكاوتش الطري، علشان يحمي الموبايل من اي وقعات او من اي حاجه. اوكي بص يا جماعه، انا عايز اقول لكم على حاجه. ناس كثيره جدا بتسالني يا صبري انت ازاي بتستخدم دراع على دراع الكونسول على الكمبيوتر. هو ده الدراع اللي انا بشتريه. الدراع اسمه اكس بوكس 360 ماشي كنترولد فور ويندوز، كنترولر فور ويندوز، يعني الكنترولر ده معمول للويندوز للكمبيوتر. لو انت عندك ويندوز 10، لو انت عندك ويندوز 10 هو هيشتغل على طول ماشي. احنا نفكه مع بعض دلوقتي ونشوفه. وده الدرع الاصلي مش المضروب طبعا. اوكي خلينا نفتح مع بعضينا كده اهو. ده احسن دراع شفته في حياتي للكمبيوتر. في ليه اشمعنى يعني يا صبري؟ لا ما في دراعات احسن من كده بكتير. اقول لك لا، الدراع ده اولا تبع شركه مايكروسوفت، سيرتيفايد اصلي معاه ضمان سنه ماشي، تمنه $30 يعني سعر معقول لا غالي ولا رخيص، وفي نفس الوقت بجد يعني دراع يعني جامد يعني قوي. ما يبص منك غير الا لو انت كسرته. لو انت كسرته زي ما انا بعمل كده ساعات لما اكون متعصب، تهبط الدراع في الارض ماشي، ومعاك سي دي يعني اكسسوارز ممكن تقدر تعرفه وهو بيجي معاه سي دي. لو الكمبيوتر بتاعك مش معرفه هو بيقدر يعرفه. اوكي وده شكل الدراع زي ما شايفين، شكله يعني عادي، شكله عادي، مش هتلاقي مثلا انواره جايه من الفضاء وكده وحاجات غريبه. العلبه زي ما انتم شايفين دلوقتي معاه بيبقى زي اللي هو المانيوال موجود جوه. وعلبه يعني بصراحه علبه محترمه، علبه مايكروسوفت مش علبه مثلا ميد ان تشاينا ولا اي حاجه، حاجه محترمه يعني كواليتي. اوكي زي ما انتم شايفين كده اهو، دراع عادي جدا، بس الحلو اللي فيه بصراحه هو ان هو باليو اس بي.
والسلك بتاعه طويل جدا 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 فوق ما تتخيله. سلك طويل قوي 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 يعني بجد انت ممكن تبقى قاعد وتروح اخر الدنيا عشان تلعب عادي جدا ولا يحصل معاك اي مشكله. الدرع ده ليه انا بختاره عن باقي اي درع تاني؟ لان الدرع ده بكل بساطه بيتعرف اوتوماتيك على الويندوز، ادي حاجه بيشتغل اكنك بتلعب على الكونسول، يعني الانالوج ده بيشتغل اكنك بتلعب على كونسول بالظبط. ده نفس الحكايه لما بتعوز تسوق مثلا في لعبه العربيات او بتاعه السباق، الدراعات المضروبه اوقات كتيره جدا وانت بتسوق ممكن لما تيجي تدوس بتدوس دوسه كامله، لا هنا زي الكونسول بالظبط ممكن تدوس نص دوسه، ممكن تقعد كده تعلي 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 لغايه ما تدوس دوسه كامله. الزر كل الزر اللي هنا شغاله، لما بتعوز من تدوس على الزر اللي في النص اللي هو بتاع الويندوز بيجيب لك اللي هي الشريط اللي هو في النص بتاع الويندوز يقول لك تبدا تسجيل اكنك بتلعب على كونسول. او هو دراع متعرف يا جماعه، دراع متعرف بتاع مايكروسوفت. اوكي بتعرفوا ازاي؟ بتعرف عادي جدا مش محتاج اي مجهود ولا اي حاجه. انا عن نفسي عشان انا ويندوز 10 وعامل ويندوز ابديت على الجهاز هوريكم دلوقتي بسحر ولا شعوذه والله مش بهرج. تاخد اليو اس بي تحطها في الكيسه، شفتوا اللي حصل؟ اول ما حطيت اليو اس بي في الكيسه على طول، مش محتاجه والله اهو، مش محتاج على طول، راحت البتاع منوره وتعرف على ويندوز وشغال دلوقتي. اقدر العب جي تي اي، اقدر العب على كل الالعاب. الدراع ده كومباتبل على كل الالعاب، كل الالعاب اللي تقدر تتخيلها، على روكيت ليج، على اساسين كريد، على جي تي اي، على اي لعبه ممكن، على فيفا، اي لعبه ممكن تقدر تتخيلها الدراع ده كومباتبل عليها وبيشتغل من غير اي تعريفات ولا غير اي حاجه. دي انا هو ما استخدمتش سي دي، ركبته على طول واشتغل معايا زي الفل. اوكي بس النقطه دي مهمه، ناس كتير جدا كانت بتسالني عليها. الدراع ده هتشتريه وانت مرمط؟ بجد دراع ممتاز، انا اشتريت منه اكتر من واحد، واغلبيه اللي انا كنت المشكله ان انا عندي ان انا لما بتعصب بكسر الدراع، بس غير كده هو عمره ما هيبوظ معاك والله مش بارك. اوكي وكمان بيبقى معاه ضمان سنه من عند امازون. بس كده اهو انا وريت لكم الانبوكسنج، اتمنى الحاجات اللي انا جبتها قدرت افيدكم، ويعني اتمنى يكون الانبوكسنج عجبكم. اسيبكم على خير واشوفكم حلقه قريبه جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.